أنت كإعلامي وفي الإعلام الإلكتروني بصفة خاصة عليكم كثير من المهام وأمامكم كثير من المعطيات، فيعني على ما ترتكز أنشطتكم، ومن ثم هل الظروف المتاحة تساعدكم على تأدية هذه الرسالة بشكل صحيح؟ إيه، لا شك أن كلنا نعلم أن الإعلام الإلكتروني كان له سابقة في إحياء الثورات العربية، أو كما يسمونه الربيع العربي. نعم. وابتداء بالتواصل الاجتماعي عبر المواقع المختلفة، وعلى رأسها الفيسبوك وغيرها، كان لها الأثر البالغ في هذه الثورات وفي البدء بها. فلا شك أنها يعني تريد يعني نريد من خلال هذا الإعلام الإلكتروني، لأن يعني هو يمارس فيه ثورة داخل هذا الإعلام. وهناك أيضا كما يوجد بلاطجة في الشوارع وفي الأحياء، هناك بلاطجة أيضا في الإعلام الإلكتروني. نعم. وهناك من ينشر الإشاعات، وهناك من يعني يحاول أن يشتت الثوار ويدخل الاحتكاكات فيما بين يعني أن هناك ثورة مضادة قوية. نعم، لا شك أنه الإعلام الإلكتروني هناك نحن نواجه ثورة حقيقية، ونواجه بلاطجة، ونواجه كثير من المشاكل يعني. إلا أنه استطعنا بفضل الله وبفضل الشباب المتواجدين معنا في أنه نوجد رأي محلي وإقليمي ودولي، لأنه أيضا موجود معنا إعلام إلكتروني باللغة الإنجليزية وأيضا باللغة العربية، فنوصل رسائلنا بشكل قوي جدا ولها أثر كبير، مما كسب بالذات من ناحية خارجية وإقليمية كسبت الثورة تأييد كبير جدا، واتضحت وأصبح مصدر معلومة. نعم. بالذات للسبب انقطاع المتتبعين بالذات من الإخوان المغتربين في جميع أنحاء الأرض، يعني أصبح عندهم الإعلام الإلكتروني مصدر معلومة، وأصبحت بعض الصفحات في الإعلام بالذات في الفيسبوك أصبحت مصدر موثوق لأي معلومة. هل استطعتم أن تصلوا إلى منظمات المجتمع المدني المؤثرة في اتخاذ القرار، وإلى على الأصعدة السياسية في العالم، سواء كان العالم العربي أو غير العربي؟ أعتقد في العالم العربي التجاوب ربما أقل من العالم الأجنبي غير العربي. يعني بالنسبة للمنظمات المجتمع المدني هناك تجاوب كبير حتى في العالم العربي يعني، لكن كحكومات لا شك أنه يعني لكل يعني سياسته في اتخاذ أو في تأييد الثورات المختلفة. أما بالنسبة للمنظمات المجتمع المدني وعلى مستوى يعني الكرة الأرضية وربما نعم، فبنستطيع أن نصل بالإعلام الإلكتروني ونوصل رسالة الثورة ورسالة الشباب بالشكل المطلوب والواضح، وهناك تأييد ويعني مساندة كبيرة جدا يعني. أنا سألت عن الصعوبات والإمكانات المتاحة، هي مساعدة مثلا انطفاء الكهرباء لا تؤثر عليكم، أم أن هناك البدائل للموتورات وما شابه؟ هناك بدائل نضطر لها لا شك، أنه الكهرباء يعني وكل وفضح بقية النظام يعني. نعم. فضح عندما ذهب رأس النظام إلى ثلاث أيام وبعدين عقبوا يعني مشاكل عقب 72 ساعة ونحن نلعن بالكهرباء فعوقب أصحابها وسجنوا، لأنهم يعني ربما يعني أرادوا أن ينتقلوا باليمن إلى مرحلة تكون بدايتها بأن الكهرباء تصل إلى العاصمة كحد تلك من الله سبحانه وتعالى.